سلام البنات، مرحبا بكم مرة أخرى في القناة. كيفيتنا اليوم خبز السندويتشات بالعجينة السحرية، يجي خفيف ويجي قطني من أروع ما يكون. حنعطيكم تاني فكرة عن الحشو اللي درتو في هاد لي ساندويتش. نتمنى تتبعوني للأخير باش تفهموا وحتى نتوما تنجحوا في هاد الوصفة. نتمنى لكم فرجة ممتعة. اذا عندي هنا في الغيسيبيون تاعي رطل تاع الفرينه او 500 غرام تاع الفرينه، طبعا راني غربلتها من قبل. نضيف لها ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، ملعقه كبيره تاع السكر، ونضيف ربع ملعقه كبيره تاع الملح على جهه. نخلط هذا النواشف مع بعض، من بعد نضيف لهم نص كاس تاع الزيت. فوالا، هذا هو الزيت او هذه هي كميه الزيت. ونضيف كاس تاع اللبن اللي يكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما يكونش بارد، من الفريجيدار. ما تستغربوش البنات، تقدروا تستعملوا في بلاصتو الحليب، ولكن اللبن راح يعطيكم واحد العجينة من أروع ما يكون. هو يعتبر كمحسن أنا ميليوغون للخبز تاعكم ولا للعجينة تاعكم، وتجيكم البنات روعة، غير تجربوه وما تخافوش. نخلط هذه المكونات كما كنت تلاحظوا مع بعض. من بعد نجيب المدافي، نبدأ نضيف فيه بالتدريج على حساب ما تتلملي العجينه، وما لازمش تقصحوها، يعني العجينه ما تكونش يابسه بزاف وناشفه. خلوها شويه ليجيرمون تلصق في اليد، من بعد كي تعجنوها راح تنشف لكم. وبعد ما نلم العجينه، طبعا ادت لي تقريبا واحد الكاس وربع هكذاك تاع الماء دافي، نحطها مباشره فوق لو بلون دو طرافاي. اذا استعملتو البيتران طبعا عجنوها فقط بالبيتران، انا استعملت يدي باش الناس اللي ما عندهمش البيتران يقدروا يحضروا هاد لي ساندويتش فاسيلمون، ويعني ما فيهاش حتى غبينه. تحطوا هكذا فوق لو بلون دو طرافاي العجينه تاعكم، وتدلكوها مده 3 دقائق حتى تتحصلوا على قوام عجينه اللي تكون ليس وتكون ملساء. وهذه هي العجينة اللي تحصلت عليها بعد ما دلقتها. مباشرة نجيب ان غيسيبيون، نشلو بشوية تاع الماء ولا ندهنو بشوية تاع الزيت، نحط فيه هذيك الكرة تاع العجين، نغطيها بالبلاستيك الغذائي، نزيد نغطيها بان تورشون، نخليها تخمر مدة 30 دقيقة ويمكن اكثر على حساب الجو اللي راه عندكم في البيت. وهذه هي العجينة بعد ما تضاعف الحجم تاعها وخمرت وارتاحت كما راكم تلاحظوا فيها. مباشرة نحطها فوق في سطح العمل اللي رشيته بشوية تاع الفارينة طبعا، ونبدأ نشكل في الكرات. من الأحسن تشكلوا كرات يكونوش صغار قد الحبة تاع أو الكرة تاع اللي نديرو بها المسمن، باش ما يجوكمش لي ساندويتش كبار بزاف، يجوكم صغار، يجوكم متحوفين وهايلين. نشكل الكرات بهذه الطريقة، نحطهم فوق سطح العمل تاني من جهة واحدة أخرى ولا أن بلاطو اللي كنت رشيتو بشوية تاع الفارينة، ونخليهم يرتاحوا حتى نكمل التشكيل ونبدأ نحضر في لي ساندويتش تاعي. وهادو هما كرات العجين كما كنتم تلاحظوا، كنت حطيتهم وغطيتهم بهذاك البلاستيك، زدت لهم ان تورشون. نبداو اولا بالكره اللي كنت بديت بها الاولى اللي كنت شكلتها من الاول، نحطها فوق سطح العمل، نحلها بالحلال حتى نعطيها الشكل الطولي. وبعد ما نتحصل على هذا الشكل اوفال كما كم تشوفوا، نبدا هكذا نرولي في العجينه تاعي. المره الاولى نضغط عليها، نزيد ندورها المره الثانيه، نضغط عليها كيف كيف، والمره الثالثه نعود نقلبها ونغلق هذيك الفتحه اللي تجي من فوق كما كم تشوفوا. ومن بعد ندور العجينه تاعي، نروليها بهذا الشكل، ندورها، نسقمها ونحطها في ان بلاطو من الجهه هذه اللي تكون مفتوحه بهذه الطريقه كما كم تشاهدوا. ونكمل بنفس الطريقه الكرات تاع العجينه الاخرين.
فوالا البنات، تحصلت على 9 تاع لي ساندويتش ب 500 غرام تاع الفرينه. نغطيهم بان توغشون، نخليهم يخمروا مده نصف ساعه. نروح نوجد الحشو تاعي. جبت هنا مقلاه، درت فيها شويه تاع الزيت، قطعت حبه تاع بصل متوسطه، قطعتها هكذا صغير، درت معاها السنه تاع الثوم المحكوكه. نغطي عليهم، يعني نغطي المقلاة تاعي، نخليهم على نار جد هادئة حتى نشوف هذاك البصل الدبال كما راكم تلاحظوا. نجيب كمية تاع الدجاج يكون مقطع، تقدروا تعوضوه بليز اسكالوب دو دانت، راح يعطيكم نفس النتيجة. طبعا ندير شوية تاع الملح، شوية فلفل اسود، ندير القليل تاع الكركم وسكنجبير، ندير الكاس تاع الماء تاني، نحرك شوية هذوك المكونات كاملين مع بعض. من بعد نغطي المقلاة تاعي ونخليه حتى هذاك الدجاج يطيب مدة واحد 20 دقيقة هكذاك، وينشف لي كامل من المرق تاعو. وبعد ما يطيب لي الدجاج، هنا نحي الغطاء تاع المقلاه، نزيد شويه للنار ونبقى نحرك حتى نشوفه كامل نشف من هذاك الماء وما يبقاش فيه كامل المرقه. هنا ضفت شويه تاع المعدنوس، راح يعطيني ذوق بزاف هايل للحشو. ونضيف كميه تاع الجبن المبشور. في هذه المرحله نطفي للنار، نخلي هذاك الجبن يذوب، ونحط هذاك الحشو على جهه ونخليه يبرد. نروحوا الان للخبز تاعنا، راهو خمر بعد نصف ساعه كما راكم تلاحظوا. نجيب شويه تاع الحليب، هكذا الحليب لازم يكون بدرجه حراره المطبخ، يعني ما يكونش بارد من فريجيدير، ولا دخلوه شويه يطفى في الميكرووند وتدهنوه هكذا بالبانسو. انا ديجا راني مسخن الفرن تاعي مسبقا، راح ندخلهم يطيبوا ونطلعهم للفوق. بعد ما نشوفهم بداو يتحمروا من التحت، نعاود نهبطهم، نشعل عليهم باش يدوا هاد لا كولور كيما راكم تشوفوا، يعني ما تحمرهمش بزاف، خلوهم غير هكذا كيما راكم تلاحظوا. بالنسبه لمده الطهي تقريبا واحد 25 دقيقه. مباشره نخليهم في السنيوه تاعهم ونغطيهم بهاد لو تورشون ونخليهم حتى يبردوا باش يجونا طريين وهشاش كيما راكم تشوفوا. هنا نفتح لي ساندويتش تاوعي. وبالنسبه للحشو كيما تحبون نتوما، تقدروا ديروا دي ساندويتش بالطون، تقدروا ديروهم بهذا الحشو اللي كنت درته معاكم الان، وتاني تقدروا ديروهم فقط بالفرماج، راح يعجبوا اكيد وليداتكم. نتمنى تجربوا الكيفيه تاع اليوم، ونقول لكم شكرا على حسن المتابعه، نلتقي في كيفيات اخرى باذن الله.